حضراتكم مشاهدينا مرة تانية. الحقيقة يمكن التكنولوجيا مهمة جدا في حياتنا، وأعتقد أنه الاهتمام بها زاد خصوصا بعد فترة أو أثناء فترة تواجد هذا الوباء القاتل فيروس كورونا، وهذا العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي، لأن الاهتمام جدا بالتعلم عن بعد والعمل أيضا عن بعد، ولأنه الاهتمام بالتكنولوجيا هو الأهم على الإطلاق، لأنه المستقبل للتكنولوجيا. جامعات العالم ومنها جامعة كامبريدج البريطانية العريقة، واحدة طبعا من أهم الجامعات، قررت أنه كل أو أغلب المحاضرات هتكون أونلاين أو عن طريق شبكة الإنترنت حتى عام 2021. والحقيقة كمان خلال الأيام اللي فاتت، وعلى الأخص من يومين بالضبط، شفنا افتتاحات جديدة لجامعات جديدة، جامعات أهلية متعددة بتخصصات مختلفة، لكن كان الاهتمام كمان بالجامعات التكنولوجية، وسمعنا كمان عن وادي التكنولوجيا من وزير التعليم العالي اللي بصدد الانتهاء منه، اللي الحقيقة كمان بيحط مصر على الخريطة التكنولوجية الصناعية العالمية. وهذا الاهتمام بالتكنولوجيا الحقيقة هو الأهم على الإطلاق، عشان كده النهاردة هنتكلم معاكم بالتفصيل عن التعلم عن بعد والتحول الرقمي وأهميته في هذا الوقت بالتحديد. أتشرف جدا أن يكون معايا ضيفي الكريم دكتور عمرو محمد يوسف، دكتور الاقتصاد والتشريعات المالية وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. بتشوف إزاي بداية الاهتمام بالتكنولوجيا في هذا الوقت، والاهتمام فيما خص التعليم وملف التعليم بالتكنولوجيا هذه الأيام؟ يمكن حضرتك طالما بنتكلم عن التعليم في مصر، يمكن الملف ده من الملفات الكبيرة جدا والضخمة، سواء للتعليم قبل المرحلة الجامعية بقيادة الدكتور طارق شوقي، أو التعليم الجامعي بقيادة الدكتور خالد. يمكن لو هنتكلم عن الحديث اللي كان أثاره السيد رئيس الجمهورية من يومين بالضبط في افتتاح المشروعات القومية في اسكندرية، ويمكن حي خليني بس أقول إن احنا اتعودنا من سيادة الرئيس على افتتاح المشروعات دون اللجوء لوضع حجر أساس، ويمكن دي سياسة بتنتهجها الدولة زي ما هو أشار سيادته في مراحل سابقة، إن احنا ما عندناش رفاهية الوقت. سيد الرئيس أصر نقطتين مهمين جدا في لقائه في افتتاحات اسكندرية، أشار إلى نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولانية كانت بتتكلم عن الولاد الخريجين اللي بيتعلموا خارج مصر، وإزاي نقدر نعمل عملية جذب عن طريق إنشاء جامعات جديدة حديثة بتدي نفس المحتوى اللي بيتلقونه، تدخل المستجدات العصرية وفتح منافذ دولية في مصر. النقطة الثانية كان بيتكلم فيها عن تخوف بعض الناس من المجالات الجديدة في الجامعات. خلينا أول نبدأ في النقطة الأولانية، ويمكن حقيقة احنا اتفاجئت بالأرقام اللي أعلن عنها السيد الرئيس. احنا تقريبا عندنا 20,000 طالب سنويا بيخرجوا خارج مصر للتعليم الجامعي، ويمكن متوسط الطالب بيصرف تقريبا في حدود 35,000 دولار سنويا. لو جينا حسبنا الحسبة دي هنلاقيها مئات الملايين المحولة للعملة الأجنبية الصعبة، ويمكن سيد الرئيس أشار أن ده مش الهدف الأساسي. إحنا مش الهدف الأساسي أن إحنا نجمع أموال، ولكن الهدف الأساسي أن إحنا نخلي أولادنا يبقى عندهم علاقة بوطنهم حتى في مرحلة التعليم الجامعي، وفي نفس الوقت نقدم لهم محتوى جامعي على مستوى دولي. النقطة الثانية اللي كان بيتكلم فيها سيادته وأشار إليها، حتة أن الناس متخوفة من المجالات الجديدة. صحيح. سوق العمل المستحدث بيتطلب مجالات نفتحها في أسواق جديدة علشان نقدر نربط العمل أو التعليم الجامعي بأسواق العمل أو احتياجات سوق العمل. يمكن حضرنا من فترة في منظمة العربية للتنمية الإدارية، وكان إحدى المشاركين المسؤولين عن التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية الشقيقة، واللي كانت بتتحدث عن موظف الختم. إحنا عندنا في مؤسساتنا مكاتب مخصصة للختم. صحيح. فقالت احنا ما عندناش دلوقتي، ما عندناش احتياج دلوقتي لموظف الختم. وده يمكن اثار نقطه مهمه جدا. هل في وظائف في المستقبل هتندثر؟
هل في وظائف لم يعد لها وجود؟ وعلى النقيض، هل في وظائف جديدة مستحدثة بالزبط لم تكن موجودة فيما سبق؟ وعشان كده بنلاقي إن الدولة جاهدة دلوقتي في إن هي تطور الموظفين الجهاز الإداري اللي هو بيبلغ أكتر من 5 مليون موظف تقريباً على مستوى الدولة. صحيح، نقطة في غاية الأهمية. بندربهم، بنحاول نعمل لهم ريسيكلاج للحاجات اللي كانوا بيتعلموها في الجامعة. معلش أنا مش هفوت النقطة دي، اسمح لي يا دكتور. بندربهم إزاي بيتم ده؟ مين الجهة المسؤولة عن ده؟ وهل الشخص مسؤول عن تطوير نفسه، أن يسعى أن يطور هو من مهاراته، ولا الحكومة هي المسؤولة عن تطوير موظفيها؟ حقيقي احنا لو هنتكلم على الوضع الحالي يبقى احنا المسؤولية مشتركة، ولكن احنا بنحاول نعمل بلان أو خطة للمستقبل عشان نقدر نحدد بيها مين المسؤول. مسؤولية الدولة، ما حدش يقدر ينكر مسؤولية الدولة في مسألة تطوير المناهج التعليمية اللي بتتقدم للطلاب عشان تقدر تواكب الأسواق العمل أو مستجدات العمل. خلينا الأول في جزئية حضرتك، بس هنا كنت بتتكلم عن التعليم. التعليم، لكن أنا أشرت من خلال كلامك إلى الموظف الأوريدي متواجد. مين اللي مسؤول عن تطوير هذا الموظف؟ الجهاز الإداري. الجهاز الإداري ووزارة التنمية الإدارية حقيقي في مجهود جبار بيقوم به بعض الأكاديميات اللي ظهرت على الساحة، اللي أنا ممكن اسمحوا لنا أشير إليها، الأكاديمية الوطنية للتدريب دي بتستقطب القيادات الشابة في الوزارات، عندنا أكاديمية مصر العسكرية، وعندنا أكاديميات كتيرة جدا حكومية طبعا. صحيح. بتقوم بتدريب الموظفين. يمكن لو هنتكلم عن قضية التعليم خلينا نتكلم بلغة الأرقام. احنا تقريبا عندنا في مصر تنوع كبير جدا في نوعية التعليم اللي بتتقدم للولاد، عندنا تعليم حكومي، عندنا تعليم خاص، عندنا تعليم أهلي ودولي. احنا تقريبا دلوقتي في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه عندنا 1000 كلية ومعهد متنوع بيقدم برامج مختلفة للطلاب تقريبا، مقسم ما بين 27 جامعة وحكومية طبعا، وعندنا 32 جامعة خاصة، عندنا 4 جامعات دولية من بريطانيا المملكة المتحدة وكندا وانجلترا، عندنا 9 كليات تكنولوجية، عندنا 3 جامعات تكنولوجية جديدة. ويمكن أشار إليها الدكتور خالد عبد الغفار إن هي بتخدم بعض المناطق الصناعية الجديدة، وده يمكن في رؤية للدولة إن هي تربط التعليم بسوق العمل الحقيقي. واسمح لي يمكن كمان خلال حديثه دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أشار إنه تواجد هذه الجامعات جنب المصانع اللي محتاجة هذه التخصصات، ودي بيعكس رؤية الدولة الحقيقية والجادة في ان هي عايزة زي ما هي بتقدم تعليم تقدم برضك فرص عمل للولاد اللي هيتعلموا في المناهج الجديدة المطروحة في الجامعات التكنولوجية الجديدة. طبعا عندنا جامعة الأزهر بفرحة، عندنا 168 معهد متوسط وخاص، عندنا 12 معهد فن صحي بيقوم بالإشراف عليه وزارة الصحة. اسمح لي دكتور، يعني هل فيما سبق كان في تغافل شوية لفكرة أنه احتياجات سوق العمل إيه؟ طبعا. وهل كنا الطلبة أغلبهم كله عايز يطلع مهندس ودكتور، وده حلم الحياة وحلم العمر، وكل أب وأم بحققوش الحلم ده عايزين يحققوه في أولادهم، فلازم تطلع دكتور لازم تطلع مهندس، وهل ده تغير دلوقتي برضو؟ خلينا نقول نقول ان احنا دلوقتي بنستقبل تقريبا سنويا 700,000 طالب بينضموا للمجتمع التعليم العالي. احنا تقريبا المقيدين في مرحله التعليم العالي دلوقتي وصلوا ل 3 مليون طالب، بنخرج منهم سنويا 500,000 طالب. طبعا مع العدد الكبير ده احتياجات سوق العمل للتخصصات الطبيه، ويمكن حصل في جائحه كورونا وحسينا بقد ايه ان احنا محتاجين للمجال الطبي. ويمكن أشار الدكتور خالد عبد الغفار إن إحنا بنستثمر حاليا تقريبا 90 مليار جنيه في التعليم، ومعظمهم بيروح ناحية الاتجاه التطبيقي أو المجال الصحي أو الطبي، وده بيعكس رؤية الدولة في إن هي فعلا حست بإن هو في مشكلة حقيقية وإن شاء الله في طريقها للعلاج. المخرجات بتاعة العملية التعليمية عندنا في مصر بتنقسم لثلاث حلقات متصلة. عندنا حلقة التشريع، اللي هي التشريع المقصود به هي البرامج التعليمية اللي أنا أقدر أحكم على الخريج فيها بأنه هو يحصل على بكريوس أو ليسانس. عندنا الحلقة الثانية حلقة أعضاء هيئة التدريس، والحلقة الثالثة الطلاب. الحلقة المقصود بها التشريعات، إحنا محتاجين تشريع أو نجدد التشريع أو يمتاز التشريع الحالي بالمرونة وفقا للمستجدات الحديثة.
يعني على سبيل المثال، وانا عارف اكيد الكلام ده على طاوله المفاوضات حاليا، لائحه بنسميها لائحه نظم المعلومات الاداريه في المعاهد الخاصه. احنا اتكلمنا عن تقريبا 168 معهد ما بين خاص عالي ومتوسط، من ضمنهم في معاهد بتقدم برنامج اسمه برنامج نظم المعلومات التجاريه. البرنامج دوت اتعمل سنه 2001، حتى هذه اللحظه احنا تقريبا بقى لنا 20 سنه لم يطرأ عليه اي تغيير، ويمكن ده اللي محتاجين ان شاء الله نغير، لان اكيد في بعض المواد اتغيرت، بعض القوانين اتغيرت، بعض المسميات حتى المواد اتغيرت، فاحنا محتاجين فعلا لنظره جديه للائحه ديت. عندنا محتاجين ان احنا ننظر بردك لقواعد التنسيق اللي احنا كنا بنتكلم عليها في موضوع الطب والهندسه. صحيح. هل يمكن في يوم من الايام ان احنا ندرس حاله السوق محتاج لايه وعلى اساسه نعمل التنسيق؟ هل ممكن نقلب او نظام الهرمي بتاع التنسيق؟ هل ممكن؟ الحقيقه اسمح لي اتوقف عند هذه النقطه طبعا. لانه يمكن واحنا في فقره عناوين الصحافه النهارده وكنا بنقرا التنسيق والارقام المرعبه المطلوبه في الطب والهندسه الحقيقه وطب اسنان، يعني ربنا يكون في عون كل اولادنا اللي بيقدموا هذه السنه. وهل كنت بفكر كده الحقيقه واحنا بنقرا، هل الارقام دي ممكن تتغير؟ لانه طبعا هي بتزيد كل ما الاقبال عليها بيزيد طبعا. فهل السنين اللي جايه ممكن نشوف تغير في هذه الخريطة بالتخصصات الجديدة الخاصة بالتكنولوجيا مثلا والجامعات الحديثة والتخصصات التي لم تكن موجودة فيما سبق، وفكرة الإقبال على الحلم اللي هو الطب والهندسة هل هيقل في السنين اللي جاية ولا إيه؟ يمكن أشار لها الدكتور خالد عبد الغفار بأن في جامعات، إحنا دلوقتي في بصدد إنشاء جامعات أهلية موازية للجامعات الحكومية، يعني كل جامعة حكومية هيبقى فيها أو من ضمنها جامعات أهلية، ويمكن ده يفسر جزئية أن الدولة مغلوب على أمرها في مسألة الرقم الكبير بتاع قبول الطب والهندسة، لأن احنا عشان أخرج طبيب أو أخرج مهندس لازم أكفر له مكان جوه المعامل يقدر يتعلم كويس، يتدرب كويس طبعا. يدرس كويس. لو احنا قلبنا الميزان الهرمي ده بتاع التنسيق وابتدينا ناخد أعداد كبيرة الولاد مش هيتعلموا، وعشان كده فتح مجالات جديدة هو ده السبيل في أن احنا إن شاء الله في الطريق أن احنا نقلل الارقام ديت، والارقام ديت ان شاء الله في المستقبل، وانا عارف انه على تمام الثقه ان قواعد التنسيق هتتغير ان شاء الله في المستقبل القريب. بنتكلم في المستقبل القريب في خلال السنه القادمه اللي بعدها، يعني قريب قوي. سياده الرئيس يعني بيفاجئنا دايما بحاجات جديده كل يوم. صحيح. فيعني لان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بنشتغل في بمسألة او بقاعده عدم رفاهيه الوقت. فاحنا دكتور عمرو وحضرتك دكتور متخصص في الاقتصاد، عايزه اتكلم على هذا الامر في الشق الاقتصادي ويعني الإقبال الجماهيري على كليات الهندسة والطب وطب الأسنان والصيدلة، وده زي بيأثر اقتصاديا في مقابل، لأن أكيد البلد كلها مش هتبقى دكاترة ومهندسين طبعًا. لازم في تخصصات تانية كمان طبعًا. ففكرة أنه مفيش أماكن تكفي كل هؤلاء الطلبة أن هم كمان يتعينوا فيما بعد طبعًا. فإزاي ممكن التوازن ده يأثر على البلد اقتصاديا فيما بعد؟ طبعا إحنا الاقتصاد بيتأثر تأثر كبير جدا بالتعليم العالي في مصر، لأن مفيش تعليم عالي جيد مفيش تنمية، معنى أن مفيش تنمية مفيش اقتصاد، ما فيش اقتصاد قوي مش هيقدر ان احنا نبني جامعات جديده. احنا بنتكلم في 90 مليار جنيه، يمكن الرقم ده رقم ضخم جدا. صحيح. يمكن اتفاجئنا من الرقم اول امبارح لما قالوا معالي الوزير، يعني حقيقي يعني اللقاء بتاع دكتور خالد بين لنا كم جزء، من ضمنهم جزء الطيور المهاجره. احنا محتاجين عوده الطيور المهاجره تاني، لان ده برضك احنا هيوفر لنا عمله صعبه كتير لو طبعا. احنا قدرنا نوفر لهم جامعات دوليه ذات كفاءه عاليه، ذات برامج مستحدثه، برامج متميزه، واعتقد ان شاء الله بالاجتماع الحاصل ما بين وزاره التعليم العالي وال150 عالم مصري واللي ابدوا رغبتهم في المشاركه في العمل الاكاديمي سواء اونلاين او اقتطاع بعض الوقت، وبمساهمتهم في الجامعات المصريه الاهليه المنشاه جديد ان شاء الله، فاعتقد ان احنا ان شاء الله في تقدم كبير جدا، وان شاء الله هنحس ده بشيء من الجانب المادي جدا ان شاء الله في الايام الجايه ان شاء الله. يمكن هو كمان خلال كلامه معالي وزير التعليم العالي اشار انه مش بس ده بيخرج عمله صعبه من البلد، لكن كمان يعني هروب الكفاءات، لانه شبابنا دول الحقيقه فيهم كفاءات، فده كمان بيدي مساحه لهؤلاء ان هم يخرجوا بره البلد، بنفقد كفاءات كتير. احنا عندنا يمكن نسبه كبيره جدا من المواطنين في مصر شباب، وعشان كده بنقول مصر دايما شابه، وعشان كده عندنا كفاءات كتير كبيره جدا جدا، ويمكن الكفاءات ديت لما بتهاجر بره وتتعلم بره، ويمكن الغرب لما بيلاقي الكفاءات ديت بيحاول يجذبهم بشكل او باخر، منح جنسيات، منح كفاءات، منح مزايا ماديه،
فاحنا محتاجين الكفاءات دي فعلا تفضل على ارض الوطن لان مصر محتاجه لهم في الوقت ده. دكتور عمرو، هل شايف انه جائحه كورونا على قد ما هي كانت ليها سلبيات كثيره، نقدر نقول انه من ايجابياتها انها سرعت ناحيه التحول الرقمي؟ طبعا طبعا. يمكن كان زمان قبلها بحوالي 6 شهور كان الدكتور طارق شوقي كان بيتكلم عن صحيح. فكرة التعليم أونلاين أو التعليم عبر التاب. فأعتقد أن جائحة كورونا سرعت بالموضوع وخلت الناس فعلا متقبلة فكرة الأبحاث. إحنا حاولنا الطالب اللي كان بيقرأ وبياخد دروس برة إلى طالب باحث. يمكن أكيد في سلبيات في بداية التجربة، كان في عدم تقبل للفكرة ديت، ولكن بعد فترة كبيرة ويمكن دلوقتي الناس بتطالب ان العام الدراسي القادم يكون عن طريق الابحاث، وان الولاد يبحثوا في ابحاث او موضوعات بحثية، او يبقى من ضمن التقييم بتاع الطالب يبقى ابحاث. التحول الالكتروني او التحول الرقمي كان حتى عن طريق ان احنا كاعضاء التدريس، ويمكن انا اتشرف بان انا احد اعضاء هيئة اسرة التدريس في مصر، يمكن تحولنا من شهر 3 تقريبا حتى صدور الامتحانات وصدور النتائج، كان في تواصل. يمكن احنا استفدنا حقيقة بالتواصل الانساني والتواصل العلمي مع طلابنا عن طريق الانترنت، سواء على الفيديو كونفرنس او اي وسيلة اخرى. ابتدينا فعلا نتحول جذريا من طريقة العمل. يمكن انا كنت احد يعني من المدارس اللي انا بحب التفاعل مع الولاد عندي في المدرجات الكبيرة، ولكن ابتدينا جائحة كورونا خلتنا فعلا نحول فكرنا في حتة التواصل مع الطلبة. فجائحة كورونا كان بالرغم من اثارها السلبي، ولكن الحمد لله احنا قدرنا في وقت قصير ان احنا ننهي العام الدراسي باقل الخسائر الممكنه. دكتور عمرو، حضرتك اثرت نقطه في غايه الاهميه وفكره التفاعل مع الطالب بشكل مباشر في المدرجات. هل بتحس بنفس التفاعل ده اونلاين ولا الموضوع مختلف؟ وهل الطالب يستجيب اونلاين ولا يعني ممكن يبقوا مثلا رايك مش شايفه، هو قافل الكاميرا فممكن يكون مش منتبه او منشغل، لانه ناس كتير قالت ممكن هو خلال قعدته في البيت هو منشغل مع اهل بيته مش قادر يركز في المحاضرات. بنسبه كبيره من ولادنا كانوا بيلتزموا نسبه كبيره. يمكن زي ما بنقول ان التجربه في بدايتها بتبقى صعبه شويه، ولكن في المستقبل ان شاء الله الولاد بتتعود، احنا لازم نعودهم على نوعيه التدريس ديت او نوعيه التعليم ديت، وان شاء الله في المستقبل بيلتزم. لكن في البدايه طبعا ما كانش يعني كان نسبه قليله جدا اللي هي كانت تلتزم على الفيديو كونفرنس او زوم او غيره. واحنا هنا يمكن بنتكلم على ارض الواقع مش بنتكلم على حاجات بعيده عننا، وحضرتك من واحد من اسره التدريس في بلدنا، فلو رصدنا سريعا ايجابيات وسلبيات التدريس اونلاين او التعلم عن بعد. عدم التفاعل الإنساني ما بين عضو هيئة التدريس والطالب ده شيء كان من ضمن الحاجات السلبية فعلا من عن طريق الأونلاين. لأن احنا في الولاد مش مجرد بس احنا بندي مادة علمية، ولكن بندي كمان زي ما تعلمنا في مدرسنا القديمة وأساتذتنا زي ما علمونا أن المعلم دايما قدوة في طريقة كلامه، في طريقة مشيته، في طريقة حتى لبسه. الكلام ده كان مفتقد، احنا كنا مفتقدينه حقيقي في التواصل مع الطلبة يعني. ده من ضمن السلبيات. الإيجابيات ان احنا فتحنا نقاش خاص او نقاش مباشر مع الطالب. احنا كان في المدرج عدد كبير جدا، ولكن احنا ممكن عن طريق الاونلاين ان احنا بنتكلم مع عدد قليل جدا من الطلاب. ده يمكن من ضمن الايجابيات اللي كانت موجوده. وطبعا الايجابيات من ضمن الايجابيات الثانيه ان احنا ما كانش في نسبه الخطوره بالاحتكاك المباشر نتيجه للفيروس الموجود. فدي كانت من الايجابيات. طبعا. لو رجعت بيك مره ثانيه للتدريب، لانه دي نقطه الحقيقه انا مش عارفه افوتها قوي، وكلام مخيف لكثير قوي من الموظفين الحكوميين اللي بيتابعونا، وكل واحد اكيد خايف على لقمه عيشه. تمام. ففكره تاهيل الموظف الحكومي حتى يواكب العصر، انا عايزه نرجع ليها تاني. تمام، اتفضلي. قول لنا اكتر عن هذا الامر، و يعني حضرتك قلت هي مسؤوليه مشتركه. فالموظف اللي بيتابعني دلوقتي ازاي يسعى لتدريب وتأهيل نفسه لو الجهة اللي هو بيعمل فيها مش مهتمة بالأمر ده وفي سبيلها ممكن للتخلص منه؟ احنا عندنا جهات تدريب كتيرة جدا، ويمكن الجزئية دي هطرحها لما اجي اتكلم على جزئية الطالب. احنا اتكلمنا ان احنا قلنا ان مسألة التعليم فيها 3 حلقات متصلة، الشق التشريعي قلنا خلاص هنجدده وهنحاول نشوف قواعد التنسيق، شق اعضاء التدريس هنرجع له، شق الطالب. طب الطالب ده اتخرج هنعمل ايه؟ والمؤسسه اللي موجوده فيه مش يعني ما عندهاش القدره او ما عندهاش اليات للتدريب حاليا يعني. مع ان انا اثق
ان الدوله دلوقتي في جميع اجهزتها الحكوميه بقياده وزاره الدوله للتخطيط قائمه على مساله التدريب، ولكن لا يتصور ابدا ان احنا هننقل العاصمه الاداريه والموظف ما بيعرفش يشتغل على الكمبيوتر طبعا او بيكتب وورد، ما ينفعش. فكل ده الكلام ده ما ينفعش ان احنا يبقى موظف. انا عايز اقول لحضرتك في بعض المؤسسات الحكوميه بتكتب دلوقتي لسه ما زلنا احنا بنكتب دفاتر الطلب على ورقه بخط الايد. ده طبعا ما ينفعش. وامضاء اثنين موظفين واثنين موظفين او موظف الختم ما زال موجود، احنا عايزين نلغي موظف الختم خالص. هيزعل مننا موظف الختم الحقيقه. بس فهي فكره ان الدوله فعلا قائمه على مساله التدريب، وانا يعني من ضمن الحاجات المهمه جدا نرجع لمساله الطالب بقى او الحلقه الثالثه او الاخيره اللي احنا هنتكلم عليها. الطالب انا هتكلم في جزئيتين مهمين جدا متصلين ببعض. اي طالب خريج لو احنا عملنا دراسه او احصائيه لشؤون الطلاب او ادارات شؤون الطلاب على مستوى مصر كلها بيطلب كام شهاده وهو خارج من الجامعه؟ هتقول بيطلب 3 و4 و5. ليه يا ابني بتطلب 5 شهادات؟ يعني شهاده واحده كافيه. يقول لك عشان ما ارجعش تاني. مش عايز ارجع تاني الكليه. الجزئيه الثانيه ده معناه انه كاره الكليه عفوا؟ ما احنا هنقول بقى. ايوه. الجزئيه الثانيه اللي هي بتتكلم عن ان الطالب بعد ما بيتخرج بيصطدم بقى بسوق العمل، يقول لك انا اللي درسته شيء وسوق العمل طالب حاجات ثانيه خالص. ودي كارثه. طبعا. الجزئيتين دول مرتبطين ببعض. ازاي اقدر اربط الطالب بجامعته مدى الحياه؟ يمكن في طرح انا بدعوه للمناقشه، حته ان احنا نطرح شهاده التخرج يبقى لها اكسباير. زي رخصه القيادة. دي هتزعل ناس كتير قوي يا دكتور. بعد ما درس طول عمره. اكسباير ليه؟ ليه؟ للمهارات. ما احنا عشان نغير التشريع اللي احنا هنقول ان جزء من التدريب هيبقى جزء من الايفالويشن بتاع الطالب. حضرتك تقصد انه يكمل تعليمه، يستمر في التدريب. التعليم. يبقى في استمراريه، ما يقطعش حياته وصلته بكليته خالص. لا. أيوه. لان الموظف بعد او الطالب بعد ما بيتخرج خلاص بينسى حتى اللي درسه. فاحنا محتاجين نطرح طرح حته ان الشهاده تبقى اكسباير زي رخصه القياده كده. رخصه القياده، هل بعد ما بتنتهي رخصه القياده هل معناه ان الرخصه او حضرتك ما بتعرفيش تسوقي؟ لا، بتعرفي تسوقي كويس طبعًا. جدا، ولكن ما عندكيش الرخصه او التاهيل اللي انت تشتغلي بيه في سوق العمل. فاحنا محتاجين طرح او فكره التدريب تبقى مستمره في الكليات. الطالب كل فتره يرجع كليته يقول ايه الجديد، ياخد صحيح. كورس تدريبي وياخد شهاده جديده باكسباير جديد. صحيح. دكتور عمرو انا بشكرك جدا على كل هذه المعلومات. دكتور عمرو محمد يوسف، دكتور الاقتصاد والتشريعات الماليه وعضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع. شكرا ليك. شكرا يا فندم. شكرا. ماشي جدا. شكرا.